في الأسبوع الماضي في عرض سريع تكلمنا عن بعض أعمال النبي صلى الله عليه وسلم التي يسموها الناس تلعثهم اليوم أعمال سياسية في المدينة. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام واجهت في مشاكل عديدة هي إلى الآن لم تواجه الأمة الإسلامية، سواء كانت هذه المشاكل مشاكل سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو اجتماعية. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عالج هذه المشاكل بما علمه الله سبحانه وتعالى وبما أنزل عليه من الوحي، فهو لم يعالج المشاكل بعقله الخاص ولا بشخصيته المقطوعة عن الوحي، إنما عالج بأمر الله وبوحي الله كل شيء نزل به وكل شيء طرأ أو كان موجودا حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الكلام في الجانب السياسي أنا عارف إنه خطير وأنه ليس سهلا وأن الكلام فيه يحتاج إلى مصارحة ووضوح، وأننا إذا أردنا أن نتكلم سياسيين كسياسيين حقا أو لنعرض الإسلام من الجانب السياسي فكالعهد دائما ما تعودنا أن ننافق ولا أن نباري ولا أن نماري، إننا نعرض الأمر كما جاء في الكتاب والسنة. والحكم الإسلامي لم يأت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء الحكم بما أنزل الله حين أنزل الله وعند إنزال الله تعالى كتابه. وذكرت كلمة الحكم في القرآن أكثر من 20 مرة، والله سبحانه وتعالى بين في القرآن أن الحكم حكمان، حكم جاهلية وحكم إسلام، كما كان حكما قائما على كتاب الله وسنة نبيه فهو حكم إسلامي، وما كان بعيدا عن الكتاب والسنة فهو حكم جاهلي مهما سميته ومهما نعته ومهما أعطيته من ألقاب ومن أسماء. فقال تعالى: أتحكم الجاهلية يبغون ومن أحكم من الله حكما لقوم يوقنون. وجاء في القرآن الكريم ما يدل على أن المسلمين لا يرضى الله لهم ولا يعطيهم الكرامة والعزة ولا ينزل عليهم النصر والرحمة إلا إذا كانوا عبيدا لله، وهم لا يكونون عبيدا لله إلا إذا خضعوا لأمر الله وحكمه وإذا استسلموا لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكتاب الله يجب أن يكون واضحا أنه تكلم في العقيدة والصلة بالله تعالى كما تكلم في الأخلاق وحسن معاملة المسلم لأخيه كما تكلم في العبادات التي تربط المسلم بربه كما تكلم في المعاملات
التي يتعامل المسلمون بها فيما بينهم، كما تكلم في الجنايات التي تحصل بين المسلمين ووضع لها اساسا في الحكم، كما تكلم في الحدود او ما يسمى فروع الجنايات كالسرقة والزنا وشرب الخمر وغيرها، وجعل لذلك كله احكاما. الا ان القرآن والسنة لم يحاصرا الناس، لم يحاصراهم بالقسوة ولم يحاصراهم بالقوة، بل كان الاصل في احكام الله هو الرحمة، والاصل في دين الله هو ايجاد الحياة الطيبة الكريمة. وما نزلت احكام القمع والرجع الا بالنسبة لامور محدودة معدودة، ونزلت الاحكام على الشواذ الذين يفسدون في المجتمع ويريدون ان يحرم المجتمع الرحمة وان يحرموه الامن وان يحرموه السلامة وان يحرموا الانسان من كرامته التي اعطاه الله اياه. ونحن لو درسنا بوعي احكام الاسلام بالنسبة للحكم والسياسة لوجدنا الامر يختلف عن احكام الاسلام بالنسبة للعقيدة والعبادة والمعاملات بين المسلمين. فالاسلام بالنسبة للعقيدة يناقش ويجادل ويضع المبادئ ويبحث الحجج ويمشي مع الناس حتى يوضح العقيدة توضيحا كاملا ويخرجها للمسلم بسيطة نظيفة صالحة لجعل قلب المسلم ربانيا. كذلكم العبادة، كذلكم المعاملة بين المسلمين. لا يراد من احكام الله فيها الا ان يحيا المسلمون الحياة الطيبة، فان الله تعالى الذي يقول في كتابه: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فالذي يحيينا دعانا الله اليه. اذا فالمعاملات الاسلامية حسب دين الله هي التي تحيينا، والمعاملات الجاهلية البعيدة عن دين الله لا تحيينا. والاحكام الاسلامية في الحدود والقصاص او في الجنايات اذا استعملناها فانها تحيينا، واذا تركناها واخذنا باحكام غير احكام الله فانها تميتنا ولا تحيينا. وكل ذلك في كل جزئية نزلت من عند الله. اذا ذهبت الى الحكم الاسلامي تجد هذا الحكم ينشر رحمته وينشر ذله وينشر لواءه البارد الكريم الطيب على كل من يقع تحت ظله، سواء اكان مسلما ام كان مشركا ام كان يهوديا ام كان نصرانيا ام كان انسانا ام حيوانا. ولم يوجد على وجه الارض تشريع من التشريعات يجعل الرحمة هي الاساس في الحكم كما جاء الاسلام. لم يأتي تشريع على الاطلاق
وتشريعات الناس فشلت فشلت واعلنت سقوطها، لانها الى الان مهما تنوعت واختلفت ووجدت الاذاعات وكبرت النشرات وجاءت الكتب وخرجت الصحف، فالانسان لا يزال يقول انا الانسان سخيف بكل ما سرع البشر، انا الانسان الطريق امامي مظلم والحياه امامي مرتبكه ولا استطيع ان اعرف لي هدفا او طريقا للخلاص، انا الانسان تكالبت البشريه ودربت دربت كل ما افرزته عقولها وكل ما افرزته نفوسها وابعدت دين الله عني، فما وجدت من الانسان الا كبرياء الانسان، وما وجدت من الانسان الا استعباد الانسان واذلال الانسان للانسان. وهل سقي بشر في العالم الا بسبب انسان؟ وهل سمت الاطفال وخربت البلاد ورملت النساء وفتحت السجون والمعتقلات وضاعت الاعراض والكرامات واهينت البلاد وضاعت الاوطان واحرقت بيوت الله الا بسبب الانسان وتشريع الانسان وظلم الانسان وجبروته وغروره وكبريائه؟ ها انا ذا صنيعه الانسان، لا احس الا بالالم ولا ارى من حولي الا الذل. اذا اتخذ طريق اتخذ طريقا دين الله حتى تنزل رحمته وحتى تسعد الامه بما اختاره الله لها من عدل واخوه ومساواه ورحمه. اقلت ان الحكم الاسلامي يختلف عن العبادة في الإسلام، عن العقيدة، عن المعاملة، إنه مظلة تحمي الجميع، تحمي المسلم وغير المسلم، بشرط أن يكون غير المسلم راضيا بمظلة الإسلام ومستظلا بها وخاضعا لأحكام الله. وأنتم حين تسمعون أن 8 آيات من كتاب الله تعالى أنزلت على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة بسبب ظلم كاد يقع على يهودي وكاد أن يمسكه به انسان منافق ظاهره الاسلام وباطنه النفاق، هذا الانسان المنافق سرق دقيقا من عند احد المسلمين وسرق دروعا وسلاحا من عند هذا الرجل، فلما اصبح الرجل ووجد الدقيق مسروقا والدروع كذلك اعلن تقواه الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان ياتيه بالدروع وهو مستغن عن الدقيق عن الطحين، وعلم ان بيتا من بيوت المنافقين هو بيت فقر لكن النار
ظهرت فيه وخرج منه دخان وسمى الناس رائحة للحم وللعظيم وللخبز، فضحكوا فعرفوا ان هذا البيت ربما كان من فيه هم الذين سرقوا، فوجهت التهمة اليهم بادئ الامر كسائعة فقط. فماذا فعلوا؟ اخذ المنافق الدرع ووضعها عند يهودي، وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن نفسه ويقول انا ما افعل ذلك، او يليق بي ان افعل ذلك، برد ابقى مسلم وبرد بصلي وراه وبرد انا كيف وبعدين انا اترك برده. لا، هؤلاء اليهود الخبثاء الغدرة الظلمة. انا اظن ان الرجل لبيدا هو الذي اشترك، وفعلا وجدت الدرع باختصار عند اليهودي. فخرج اليهودي حاملا السلاح وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واستعد ان يقتل بكل يمين وان يبرئ نفسه مما نسب اليه، وانها لفتنة. وجاء المنافقون يقولون لرسول الله: يا رسول الله، ان صاحبنا رجل كيد لا يسرق، ولا يمكن ان يعصى على مثل هذه الفعلة الدنيئة. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يميل الى جانب المنافق خصوصا وقد تجمع عدد من المسلمين يدافع عن هذا الرجل ممن يظن به الخير، وهم يعرفون عن اليهود انهم غدر. لكن هل ترك القرآن الموقف يمر ويبغي يهوديا في بلد اسلامي وانسان اليهود اصحاب الغدر والمؤامرات كما علمتم؟ لا، ان من يقع في الجريمة وتثبت عليه يعاقب بها. اما ان يظلم يهودي او مسيحي او مشرك وهو يعيش في ظل الاسلام فتلك جريمة تهتز لها السماء، لا يرضاها الله. ونزلت الآيات تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وتفتح المنافقين: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني مدافعا للخونة. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني يخونون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لا يحب الخائن، سواء أعلن الإسلام أو أعلن الولاية أو أعلن اليهودية أو النصرانية، فهو مبغوض عند ربه مهما يكن أمره. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ثم لام من جادلوا عنهم فقال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ الله أكبر، الله أكبر. هذا هو العدل، ينزل من السماء ليبرئ يهوديا قد ظلم في قضية من القضايا. هذا هو العدل حقا. تعالى
تعالى. حين كان الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام حين ذهب لفتح مكة ومن الله عليه وفتحها وصار أهل مكة أسرى تحت يده وأراد أن يأخذ المفتاح مفتاح الكعبة ممن يحمله وهو عثمان بن طلحة فأرسل إليه وكان لا يزال على كفره فهرب هرب حتى لا يسلم المفتاح للنبي محمد إن قبيلته كان المفتاح أو كانت إجابة البيت فيها والمفتاح شرف لها على مدى طويل فإذا أخذ المفتاح اليوم من هذه القبيلة فلا شرف لها به بعد ذلك فعثمان حرص على ألا يسلم المفتاح حتى قالت له أمه حين أرسل الرسول إليه اذهب وأطع محمدا يا بني فإنني أخشى عليه فذهب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلمني المفتاح فمد يده فمد العباس يده ليأخذ المفتاح ومد علي يده ليأخذ المفتاح كل يريد أن يحوز الطرف فقبض عثمان يده لا يريد أن يعطيه لأحد منهما فقال النبي أعطني المفتاح فمد يده به فمد العباس يده ومد علي يده فقبض عثمان يده فقال النبي في الثالثة فمد يده فأخذه النبي منه وفتح ودخل الكعبة وصلى ركعتين ثم خرج وهو يقول أين عثمان بن طلحة فقالوا ها هو ذا يا رسول الله فجيء به فقرأ قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ثم قال يا عثمان أنزلت علي هذه الآية وأنا في الكعبة من أجل أن أسلمك الأمانة وأردها إليك فخذوها خالدة سالبة يعني هي في بيتكم دائما لا يغلبكم عليها إلا ظالم يعني على الكعبة ومفتاحها إلا ظالم فأحس عثمان المشرك بعدالة الإسلام فمد يده وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا هذه العدالة إننا نبحث عنها ولو أراد أعداء الإسلام خيرا لأنفسهم لطلبوا حكم الإسلام من أجل رحمة الإسلام وعدالة الإسلام حين يأتي عمرو بن سعيد أو ابن مسعدة أو سعيد بن عمرو خلاف في الروايات حين يأتي وكان واليا على دمشق فلما وصل إلى عمر في أيام حكمه وجده عمر يلبس ثوبا مرصعا ويمسك عصا يحمل على العصا مخلاة فيها كسر خبز وإناء للماء ورآه حافي القدمين مضطرا الوجه باذلا فقال له
ما شأنك يا عم؟ هل أصابك شر أم البلاد بلاد سوء؟ قال: ولماذا يا أمير المؤمنين؟ ألم ينهك الله أن تجهر بالسوء من القول؟ لم ذكرت كلمة السوء في قولك؟ وما الذي آلمك مني؟ إني لأحمل الدنيا كلها معي. قال: وما دنياك يا عمرو؟ قال: هذه عصاي أتوكأ عليها، وإذا جلست في الظل أنشر ثوبي فيظلني، وإذا غسلت ثوبي نشرته عليها حتى يجف. ثم هذه مخلاتي فيها كسر خبزي أتقوت منها، وهذه إداوتي فيها ماء أشرب منه. فهل الدنيا يا عمر سوى كسرة خبز وشربة ماء وثوب يكفون؟ هل الدنيا سوى ذلك؟ فبكى عمر بكاء شديدا وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل عمرو بن سعيد، الحمد لله اللي جعل في هذه الأمة مثل هذا. طب هذا لو دخل على أي مدير أو رئيس قسم أو حتى دخل على مدرس الفصل هيأمر الطلبة يطردوه وينادي على الفراشين يطردوه، يبقى مش معقول كيف. ثم قال عمر له بعد أن استراح: يا عمرو اذهب إلى ولايتك. قال: ما أنا بذاهب يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لقد جاءني خصمان، أحدهما مسلم والآخر نصراني، فتكلم النصراني فأثر الكلام، فقلت له: اسكت أخزاك الله. فقال لي: أو أذن الله لك أن تقول لي أخزاك الله؟ قال: فأحسست أنني سقطت يا أمير المؤمنين، وإنها لسيئة لم يغفرها لي النصراني، ولا أدري أيغفرها الله لي أم لا يغفرها. فقد بلغني أن حبيبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم معاهدا يهوديا أو نصرانيا فأنا حبيبه يوم القيامة. يعني أنا أقف في صف اليهودي أو النصراني الذي آوته بلاد الإسلام لآخذ حقه ممن ظلمه من المسلمين. فأنا ماذا يكون شأني إذا كان نبي حبيبي يوم القيامة؟ والله يا أمير المؤمنين لا أتولى لك عملا ما أليه. فقال له: لك ما شئت. فلما عاد إلى زوجته وجد سيدنا عمر أراد أن يسري عنه، فأرسل إليه سرة فيها دنانير، فما إن رأى السرة حتى بكى. ثم قال: أعوذ بالله، لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملت لأبي بكر الصديق، وعملت لعمر، تسر أيامي أيام عمر، أيرميني عمر بالفتنة يقصد بالدنيا وأنا أسر منها؟ هات يا امرأة ثوبك القديم. وأخذ الثوب
واخذ ياخذ الدينار والدينارين ويلف ويرسل الى بيت فلان وبيت فلان حتى لم يبق درهما ولا دينارا. ليه الاله دول؟ ليه؟ اظن اول ما تسمع الكلام ده هتقول دول كانوا جماعه هوب، كانوا جماعه هوب. طب انت عارف دول بقى اهم دول اللي جابولا فارس والروم وشمال افريقيا، اهم هؤلاء الذين اعز الله بهم الاسلام واخدع الله لهم الدنيا واذل الله بهم الكفر واهله. فلما جئنا نحن نجري وراء الدنيا والشهوات ضاع منا كل شيء، ضاعت الدنيا وضاعت الدين. اذا انا ليه ذكرت؟ لاذكركم بالصورة الاسلامية التي يحكم الاسلام بها دولة الاسلام. حين يرى عمر بن الخطاب رجلا مسنا شيخا هرما وقف على باب المسجد يسأل، فلما رآه قال ما شأنك ومن أنت؟ قال أنا من أهل الذمة. قال ولم تسأل الناس؟ قال إنني أسأل لأمرين، لأنني مطلوبة مني الجزية ولا مال عندي، ولأن بطني جائع يطالبني بطعام ولا مال عندي. فقال عمر أستغفر الله، لقد أسأنا إليك ولم نرحم ثيبتك. ثم أمر خازن بيت المال أن يأخذ الرجل وأن يعطيه من الصدقة، وقال إننا أخذنا ماله صغيرا وأضعناه كبيرا ما أحسنا إليه، ألا فليعط من مال الصدقة فإنه من المساكين. بيعت بيسرق عليهم، يعني مال الدولة لا يكون فقط للمسلمين إنما بيبقى. يا جماعة اللي بتدر ورا الشيعية، يا جماعة اللي مش لاقيين لكم مبادئ، يا جماعة حيرانون محتارين تقول اشتراكية ولا شيوعية ولا عربية ولا قومية ولا إسلامية ولا إيه ولا إيه، شيوعية بلسفية ولا شيوعية لينينية ولا شيوعية إنجليزية ولا شيوعية ماوية ولا شيوعية عربية ولا شيوعية. أنا محتارين ليه؟ لماذا الحيرة؟ ودينكم يكفيكم كل شيء. طيب نرجع تاني، اذا هذا هو الاسلام. طيب هل الاسلام في الحكم به يخيرنا ام يجبرنا؟ يخيرنا ام يجبرنا؟ يعني ايه؟ يعني فيه مثل احب اضربه لكم يا ايها الاخوه. افرض ان لك ابا، وانا اضرب مثل باب كويسي من الكويت، كان هذا الاب يعيش قبل ان ينعم الله على الكويت بالنصر، فكان يصطاد وكان يذهب في البحار الشهور ويرجع بالقليل جدا من المال، ويجد البيت القصير المبني باللبن ليس فيه الا الزوجة المتعبة والاولاد المرهقين، لا في مكيف ولا في دفاية ولا في سيارة ولا في مواصلات ولا في اي شيء، حياة كلها في الحر تصل الى درجة الخمسين وفي البرد كان تصل الى الصفر، وهو واهله يحتملون ذلك كله. فلما اكرمهم الله الرجل صون نفسه وتاجر وجاهد وتعب وشقي حتى جعل لاولاده مدخرا ورصيدا
وربى أولاده وعلمهم وزوج البنات وزوج الذكور وبنى لكل واحد بيتا أو دارا أو إمارة واشترى لكل واحد سيارة وأعد لكل من أولاده جميع أسباب الراحة وأسباب النعيم وأسباب الترف وأسباب الكرامة وأسباب العزة، ما ترك شيئا إلا وأعطاه لهم. وبعدين الرجل حينما الأولاد حينما يختلفون يذهبون إلى عمهم ويتركون أباهم، حينما يستشيرون يذهبون إلى الجيران ويتركون أباهم، حينما يتصرفون في المال يذهبون إلى واحد من العائلة من عائلة بعيدة ويتركون أباهم، حين يريدون أن ينفقوا المال كل واحد يسمع كلمة من زوجته أو كلمة من عشيقته أو كلمة من صديقه، وضربوا بكلام أبيهم عرض الحائط. لا يسألون عن الأب في إنفاق مال ولا في أخلاق ولا في معاملة ولا في تصرف ولا في أي شيء. أترونهم ظلموا أباهم أم لم يظلموه؟ هل كانوا أوفياء أم كانوا خونة غدرة؟ بلا شك كل الناس يقولون هم خونة غدرة. فنحن إذا كان الله تعالى الأرض أرض والسماء سماء والهواء والحياة والإنسان والحيوان والنبات والشمس والقمر والنجوم وما في الأرض وما في السماء، كل ذلك من نعم سخره للإنسان. ثم أرسل إليه الرسول وأنزل إليه الكتاب وجعل له قانون رحمة ونبي رحمة، وبين الله له أنه إله رحمة وأنه لا يريد له إلا الخير والرحمة. فبعد أن عرف وبعد أن تمكن وأكل نعم الله وعاش في رحاب الله وكل ذرة فيه صنعها الله، فإذا قال الله له بعد احسن إلي أعطيك السعادة، احسن إلي أنزل عليك وعلى أخيك الرحمة، احسن إلي فأنا أدرى بما يصلحك ويصلح العالم كله. فقلت له لا، انت مين يا رب؟ لا لا، هو النبي بتاعك، هو كان جه في هذه الايام. طيب النبي بتاعك كان يعرف سفن النجية؟ لا. كان يعرف سفينة فضاء؟ لا. طيب كان يعرف احياء وبيولوجيا وطبيعة ويعرف يعني هندسة وكيمياء ويعرف قال يبقى خلاص القانون بتاع النبي بتاعك ده ما ينفع النهاردة. تعالى النبي ده عليه الصلاة والسلام القرآن اللي نزل هذا في عبادة في عقيدة، هذا كلام صحيح، لكن العبادة والعقيدة احنا ممكن نمشي معاك فيهم، لكن يا رب حين توزع المال فتترك المال في يد الاغنياء، وبعدين الفقراء ظلمونا ويوجد اغنياء لو تركت الارض بدنانيرهم لن تدت الدنانير الى عشرات الاميال، ويوجد فقراء لو اردت ان ترقع من جلدهم ان تاخذ من جلدهم رقعة من اجل انسان اخر ما وجدت جلدهم يسمح لترقيع، لان جلدهم زاد من الظلم ومن الفقر ومن البؤس والسقاء. هناك قلوب تبحث عن الجريمة باسم الدينار، وهناك قلوب تبحث في تراب الأرض عن جزرة لتأكلها وتحيا بها. أهذا يا ربي قانون يرضيك؟ احنا ما نتبع الدين بتاعك لأن المسلمين بيعملوا كده، وظلموا الإسلام بعمل المسلمين.
واصبح كل واحد تيجي في نفسه يقولك تعالى. ايه يا سيدي؟ تعرف الغني فلان؟ ايوه. انت عارف فلان؟ اعرف. عارف البلد الفلاني في ايه والثاني في ايه والثالث في ايه؟ اقولك اسمع، انا اعرف كل شيء بس اسمع مني. الذين ضحكوا عليك وقالوا لك سناخذ اموال الاغنياء ونعطيها الفقراء، اخذوا اموال الاغنياء واخذوا كرامة الفقراء ورموا بالجميع في الذل والهوان وضاعوا البلاد والعباد وضاعت الدنيا والدين معها. وكده كده انا مش قلت نتكلم بصراحة. طيب قولوني غير كده، ناس غير كده. الواقع واقع ده، احنا قاعد في عز عذاب، لابد يعرف الواقع بتاعه. وحكامنا مش ملائكة وليسوا انبياء، ويجب يعترفوا باخطائهم ويعودوا الى ربهم. يجب يكون هذا، واحنا يجب يكون منا الذين يفهمون ويتثقفون الثقافة الإسلامية الواعية الناضجة، لنقول لكل إنسان عزنا في الإسلام، نصرنا في الإسلام، سعادتنا في الإسلام، رحمتنا في الإسلام، ولا أمل في غير الإسلام. وجربنا تقول لي لا، اما اني رحت ما اقول لك ما في الا الله. نحن لسنا مختارين يا اخوة. بعد ان انعم الله علينا واعطانا كل هذه النعم، فرض علينا ان نحتكم الى الله. ولذلك جاء في القرآن من القصص ما يدل على كفر من لم يرضى بحكم الله وعلى كفر من لم يرضى بدين الله، ليكون هو الدستور وهو القانون، وهو قانون القانون المالي والقانون الاقتصادي والقانون الجنائي والقانون المدني والقانون الشخصي، ولا يؤخذ اي شيء الا من دين الله. فمن رد قال غير ذلك فقد حاد الله رسوله، ومن رضي بغير دين الله فقد كفر بالله وبرسوله وبدينه. وهذا موضوع يجب يكون واضح. وانتم تعلمون ان منافقا اختلف مع يهودي في قضية، فقال المنافق لليهودي تعالى نحكم بيننا كعب بن الأشرف زعيم اليهود. اليهودي ناصح واعي، يعرف أن كعب بن الأشرف يأخذ رشوة، فإن لفت الرشوة من المنافق حكم له، وهو لا يريد أن يدفع رشوة. اليهودي بخيل، لكن لو ذهب إلى محمد فيحكم بالعدل وهو صاحب الحق. اليهودي عارف أنه صاحب حق، فالحكم له 100%. يبقى لماذا يرضى بحكم كعب؟ فقال اليهودي لا، انا لا ارضى الا بحكم محمد. قال المنافق وانا لا ارضى الا بحكم كعب. فقال اليهودي ولا ارضى الا بحكم محمد. احس المنافق انه سيصبح، قال طيب زي بعض، يلا بقى امر لله. فذهب وهو كاره وعرف القضية على النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم لليهود. فقال المنافق انا الحقيقة يعني انا ما اظلمك ولا اقول شيء، بس يعني اصلي يعني يمكن يعني ما قدرت يعني، انت عارف انت يعني دي بقى لما تيجي بقى في شغل النفاق بتبقى واضحة قوي. قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني نفسك وافقني والروح لابي بكر، يمكن استطيع ان ابين حجتي. قال له ما في مانع، يلا. ما اليهود مطمئن، واخد حكم الحكم الاولاني باعتبر حكم اول واخر، لا يقبل لا نقد ولا استئناف، ما في. يبقى راح للمين؟ ذهب الى ابو بكر. ابو بكر حكم لليهود، فقال له شوف الثالثه تبت اخر حاجه بقى، انا ما هزعلك بعد كده، تسمح لي بس نروح لعمر يمكن يصلح بيننا حتى.
قال له ما في مانع، ده دي حاجة أحبها جدا. فذهب إلى عمر، اليهودي كان بكي، فمجرد أن وقف على عمر قال له اسمع يا عمر، ذهبنا إلى محمد وحكم لي وإلى أبي بكر وحكم لي. فنظر عمر إلى المنافق وقال له أحكم ما يقول صاحبك؟ قال نعم. قال وتريد حكم عمر؟ قال نعم. فدخل عمر وأخذ سيفه وخرج فضرب الرجل فقتله، وقال هذا حكم عمر فيما لم يرضى بحكم رسول الله. هو بيخلص بسرعة كده، ما عنده استعداد لنفسه ولا دوران، ما عندوش استعداد للشغلة اللي انتوا بتلفوا عليها، دبلوماسي وسياسة سياسة ولا باقة. عمر في الحتة دي كان على طول. ايه اللي حصل؟ عمر ما ان رأى المنافقون صاحبهم قد قتل حتى استغلوها فرصة، قالوا عال اذا نطالب برأس عمر مقابل رأس صاحبنا. ومحدث لم يقول احد وصاحبنا والله يا رسول الله ما كان يرد قولك، انما كان يريد توثيقا يعني رأيا جميلا نوعا من الحزلقة والتزلقة والتلفيقات، حتى من امريكا وحتى من روسيا وحتى من فرنسا وحتى من انجلترا، يعني ترقيعة كده كده. نوعا من الحزلقة والتزلقة والتلفيقات حتى من امريكا وحتى من روسيا وحتى من فرنسا وحتى من انجلترا، يعني ترقيعه كده في نفسي في العمليه، يعني كنت فاكرين ان العمليه انه عمر يعني يتكلم كلام غير كلام رسول الله ويخالف الموضوع ويمشي. لا، يعني كان ما اردنا الا احسانا وتوفيقا، المسلمين باتوا يغلوا والمنافقين باتوا فرحين جدا. عمر مين اللي يروح ده؟ عمر كان الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر ان الشيطان اذا رأى عمر طلب طريقا غير طريق عمر. الشيطان حين يرى مسلما يقدم عليه ويجي ويعصف جنبه، الا عمر اذا رأى الشيطان هرب وفر. فكان يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي عنه هذا. وعمر مين؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وعمر سمي الفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، وكان أشد رجل على المنافقين هو عمر. ما إن يرى منافقا يبدي نفاقه حتى يسحب سيفه ويقول للرسول دعني أضرب عنقه، أرحت من هؤلاء المنافقين. الرسول يسكت عليه الصلاة والسلام. جاءت الفرصة ليقتصه من عمر، لكن هل ترك الله الأمر؟ لا، نزل القرآن شرح القضية وأخرج ما في النفوس ووضع النقط على الحروف، وبين القرآن أن كل من لم يحتكم إلى كتاب الله يعتبر متحاكما إلى الشيطان، سواء أكان هذا الشيطان اسمه برج أو اسمه متفوز أو اسمه متخلوف أو اسمه أي اسم، إما أن يكون الحكم من الله وإما من الشيطان، ما في وسط أبدا. ومن لم يرضى بحكم الله فهو كاذب في إيمانه، كافر في عقيدته، بعيد عن الإسلام. وهذه القضية شرحت في الآيات شرحا وافيا، فقال تعالى اسمعوها كأنها تنزل علينا اليوم، إنها تفرحنا تكذبنا تضعنا في الوضع الصحيح الذي نستحقه بدون مباراة بدون نفاق. خذوا الآيات اذهبوا بها إلى أعضاء مجلس الأمة، اذهبوا بها إلى الوزراء، قولوا لهم ماذا تقولون في هذه الآيات؟ أمؤمنون بها أنتم أم لستم مؤمنين؟ فإن كنتم مؤمنين فماذا تقولون فيها؟
وأي منكم فلستقبل صلاته وهو يرفض آيات الله هذا إن كان يرفضها. ولذلك أقول إن جميع البلاد الإسلامية يمكن 90% من المسلمين أو 99% من الذين يحكمون المسلمين باسم نواب أو باسم برلمان أو باسم مجلس الشعب أو باسم مجلس الثورة أو باسم مجلس الشورى، هؤلاء كافرون بنص القرآن لأنهم لم يرضوا بالإسلام دينا. والذي رضي بالصلاة دينا ولم يرضى بحكم الله في السرقة وفي الزنا وفي القتل وفي المعاملات وفي الربا لم يرضى به، فإن الله يرفضه ولا يقبله ويعتبره كافرا. هذا يجب أن تفهموه. نزل القرآن يقول ألم ترى، وهذا اللي خليني أقول دائما، إن الست أو الراجل، وجاءتني قضايا عديدة في هذا الأسبوع، الرجل الذي يقول لامرأته أنا مسلم لكن لا أرضى إنك أنت تلبسين محتسبة، أنت محتسبة، هذا أنا لا أرضاه، لأن النبي لو كان موجود كان تابع الموضة الآخر كمان. طب الموضة كانت إيه يا رجل؟ الموضة كانت بتعر القدم، عر في الساق، بعدين وصلت الركبة، النهاردة ظهرت الكل التاسع. يعني ايه يعني؟ فكر ان الاسلام مسخرة ومهزلة يجري ورا امرأة بعقلك الفاسد ورجولتك المائعة ورجولتك الخائبة اللي ما تستطيع ان تمنع امرأة وهي تكاد تبدي عورتها العورة الفاحشة للناس وتمشي بها في الطريق وبتسمي نفسك راجل وجاي تصلي. صلي مين؟ مين اللي قال انك بتصلي؟ والله انا متعجبني الاسلام في الحته دي. البسي كما تلبس النساء، هذا كافر يا محترم. كذلك المراه تقول للراجل كل شيء اعمله يا راجل، لكن حته اللبس دي سيبوها من زمجتكم بقى، لان انا ما احب الاسلام في هذا. وجاءت امراه في بيتنا تقول لزوجتي انا لا ارضى دين الله بالشكل ده وانا ارفضه، لا ارضاه لنفسي ولا لبناتي. مش معقول. ليه؟ لان هذا كفر باجماع المسلمين. لكن مين يسمع دول النقاط؟ تعال اسمع القران، احنا قرانا القران، قال بيدرس القران وبيحفظ القران، منين يقول؟ حفظناه فين ودرسناه فين يا جماعه؟ يا جماعه احنا غلط، احنا بنمشي مستقلبين، احنا فوق الارض ولا تحتها؟ يعني ماشيين على راسنا ولا على رجلينا؟ نحن ماشيين غلط، غلط والله غلط. الله، ما في رجل، أليس منكم رجل رشيد؟ انا بقول للعالم كله مثلكم. اسمع الايات. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يفتروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا فاذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. رسول ايه والله ايه يا جدعان؟ انت هترجعنا 1000 سنة تاني؟ انت هتخلينا نمشي مش عارف ايه؟ هو الاسلام ينفع اليوم؟ امال التقدميه والتطورات والحضاره الى اخره؟ هو الحضاره يا جدعان قال انت وهو هي الحضاره عري البت يا ابني؟ الحضاره لما تاخد مراتك تعرضها للبشر هي الحضاره شرب الويسكي؟ هو الحضاره انك تاخد نفسك وتطلع على باريس في عرض جلسين ثلاثه تضيع 100,000 دينار وتسلف راجع؟ هي دي الحضاره يا مله غلط؟ هي دي الحضاره يا امه غلط؟ هل اخرجت بذلك مصنعا للقنابل الذريه؟ هل اخرجت مصنعا للصواريخ وقلنا لك ان ذلك عيب؟ هل اخرجت مصنعا حتى لصنع الابره؟ الإبرة بنستوردها من بره. الإبرة الدول اللي كانت متأخرة اللي كانت بتعز الأفيون
طلعت القنابل الذرية. الصين، الصين اللي كانت عايشة على الأفيون المخدرة وصلت. واحنا في الآخر، وكل ما اتكلم واحد يقول لك حضارة منتهى النزالة، منتهى الجبن، منتهى المغالطة. كل ما نفسد رجل حرمي حضارتك، ماذا تعمل في اليوم؟ انت بتجلس على المكتب، لا تعطي الدولة ولا الشعب عشرة دقائق من عملك، لا تخلص في عملك نصف ساعة، لا تعطي المسلمين ما يستحقون من كرامة، لا تنقص مظلوما ولا ترحم محتاجا. انت بشر، انت بتعادي البشرية، انما البشر من يعمل لخير البشر. لو عملتم لكلنا صحيح، يبقى ده معقول رجولة. تعالى، فالله يقول يا محمد انظر الى الذين يزعمون، يزعموا انهم امنوا بالكتاب القرآن وبالكتب السابقة، ومع ذلك حين امتحنوا في الحكم في حكمك لهم وجدتهم يطلبون حكم الطاغوت، يعني حكم الشيطان، وينفرون من حكم الرحمن. وكل حكم غير حكم الله هو حكم الشيطان. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، وقد امروا ان يكفروا به، امروا ان يكفروا بالشيطان، ونحن مأمورون ان نكفر بجميع الدساتير وبجميع القوانين المخالفة لدستور الله وقانون الله. فاذا لم نكفر بها كنا كافرين. يا جماعة الكلام ده مش مبالغة، حقيقة. اقرأوا العقائد الاسلامية، اقرأوا ابن كثير في التفسير، اقرأوا الطوكاني، اقرأوا زاد المعاد، اقرأوا إغاثة اللهتان، اقرأوا اي كتاب من كتب الاسلام الاساسية. طيب حين يتحاكمون الى الشيطان ويرفضون حكم الرحمن، ماذا يريد الشيطان بهم؟ انظر الضربة الالهية. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا، ضلالا بعيدا، بعيدا جدا. واحد انا عاوزها اشتراكية، واحد اشتراكية عربية، واحد اشتراكية لينية، واحد اشتراكية ماوية صينية، واحد اشتراكية هلمانية ما نعرف جاية منين. ايه؟ واحد لا انا عاوزها رأس مالية، واحد عاوزها ديمقراطية، واحد ما في واحد عاوزها اسلامية. ما فيش اسلامية، قليل قليل جدا وبيضحك عليه. طيب يبقى ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل له تعالوا يا جماعة الى ما انزل الله والى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يا جماعة انت هتسمعوا للراجل اللي اسمه حسن الايوب هذا، تسمعوا كلامه؟ الراجل ده بيحر، ده نازل كلام. الستات اللي بتتعرفوا من الرجال ليسوا برجال، اللي بيحكموا بغير ما انزل الله يقول ان كانوا لا يرضون بحكم الله يبقى كفر. اللي بيطلب احكام وقوانين الدول التي تقدمت ونمت يقول يجب ان نكفر بقوانينها. ايه الراجل ده؟ راجل مجنون. سبكوا منه، سبكوا منه. رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. فكيف؟ تعالى، انا قلت لكم ان الايات دي كأنها انزلت اليوم. يقول تعالى فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم. فكيف يفعلون اذا جاءتهم المصيبة وركبت جلد معير سائرة هليكوبتر واخذت تمر على القاهرة وبيروت ودمشق وبغداد ولبس يا جلد معير التفاح يا بنت ولا يهمك. مفيش ولا واحد حيرد، مفيش ولا واحد حيصد. من اللي حيصد؟ دول كلهم متفرقون، ما في احد متحد. والذي يريد السلاح يريد السلاح من يد اسرائيل.
فهو يريده من امريكا وامريكا هي اسرائيل. وهو يريده من روسيا فوالله ان روسيا هي اسرائيل. والله يا قوم مش روسيا بتملى اسرائيل الان بتعملها قلعة رذال واسرائيل وامريكا بتعملها قلعة سلاح يعني مصدين. اذا لما نيجي ننظر للآية اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم يعملوا ايه؟ قالوا لا لا ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. طيب جزاهم ايه؟ اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم يا محمد هم ليسوا معك ولا منك. وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. ثم قال تعالى اعلانا عاما يا قوم ايها العالم كله وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ما ارسل الله رسولا الا وامر بطاعته فمن لم يطع رسوله فقد هلك. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني ايه؟ لو كانوا حين وقعت المصيبة وعرفوا اخطاءهم وقال رئيس جمهورية الشعب يريد الدين وانا معه، والرئيس الثاني قال نريد دولة العلم والايمان، والرئيس الثالث قال نريدها اشتراكية اسلامية مبنية على الدين، والرئيس الثالث قال اننا نريد ان نعيد الى انفسنا اخلاق الاسلام. وبعدين طلع كل كلام كل كلام والله العظيم كل كلام، حتى الفعل اللي حصل فعل ظلم للاسلام. الفعل اللي بيحصل النهاردة ظلم للاسلام. ولو انهم ظلموا انفسهم، الآية دي نسينا النهاردة، جاءوه فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول يعني ورجعوا الى حكم الله لوجدوا الله توابا رحيما. طب ايه الحكم الاخير يا رب؟ اسمع حكم الله الاخير. ربنا اقسم بذاته ان هؤلاء ليسوا مؤمنين الا بشروط ثلاث. الشرط الاول ان يحكموا دين الله في كل شيء. الشرط الثاني ان يرجوا بقلوبهم هذا الدين وهذا الحكم. الشرط الثالث ان يطبقوا الدين عمليا في حياتهم. قال تعالى في اخر الايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا يعني ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا كما قال ابن كثير ظاهرا وباطنا لحكم الله. اسال الله الهدايه والتوفيق. من هنا يا اخوه ندرك ان الحكم بالاسلام هو حق الله علينا. نمر واحد حق لله علينا لان الله هو ربنا وخالقنا وهو صاحب النعم كلها. ثانيا الحكم بالاسلام هو الرحمه لنا لان ربنا ارحم بنا من امهاتنا ومن ابائنا. وما عدل الناس عن الحكم بالاسلام الا لانهم لا يستطيعون ان يرحموا البشر، انهم يريدون ان يكونوا آلهة على البشر، لذلك يطردون الاسلام، يستبعدون ان الاسلام سيوجد الاخوة والمساواة ونوعا من الحرية لا يحلم به البشر، ويعطي الحقوق لأصحابها ويجعل الكرامة مبنية على التقوى.
ويجعل الإنسانية كلها مربوبة لله وحده، وينظر للمتغطرس والمستعلي والمتكبر فيقول له إن الله يبغضك ويرفضك ويمقتك. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الإسلام يوقظ الشعب، يوقظ الشعب ويعرفه بحقوقه، لأن الإسلام سيقرأه فضيلة الشيخ أبو ذر وهو يصلي بنا الصبح والمغرب والعشاء. ولذلك قال العلماء إن من ميزات الإسلام أنه جعل كلية الحقوق والتشريع في المسجد، فما من إمام يقرأ القرآن إلا ويعرض على الناس آيات الله، يعرض على الناس آيات الحقوق، آيات القصاص، آيات المداينة، آيات المعاملة، آيات العبادة إلى آخره. فنحن لا نحتاج إلى كلية لنتخصص فيها، بل قد نجد لو عدنا إلى الإسلام نجد المسجد هو المكان الوحيد لتدريس التشريع الإسلامي. ولذلك من يوم أبعدت مجالس التدريس عن المسجد ضلت وضاعت. وقف أساتذة في كلياتهم يطعنون في الإسلام ويحتقرونه ويزدرونه ويقولون كلاما هم به كافرون، والدولة عليه محاسبة، والطلبة بسببه ضالون تائهون. ولو كانوا في المسجد وقال أستاذ واحد نصف كلمة لقامت عليه الدنيا ولأدبه الشعب، الشعب الناضج الواعي. لكنهم يريدون أن يكون الشعب من جنس من قال الله فيهم فاستخف قومه فأطاعوه، استخف قومه فأطاعوه. الإسلام بيجعل كل عضو في الدولة الإسلامية له الحق في استجواب الحاكم في أي مكان، في المسجد، في الشارع، في بيته، في كل مكان. ولا تنسون الرجل الذي سمع عمر في خطبة الجمعة يقول اسمعوا وأطيعوا، فوقف وقال لا سمع ولا طاعة. قال لماذا؟ قال لأننا جاءتنا ثياب من اليمن فوزعت علينا، أعطيت لكل واحد ثوبا، وأنت تلبس ثوبا الآن وجسمك لا يكفيه سوى ثوبين، فلما أخذت ثوبا زائدا وقد أعطيت كل واحد ثوبا واحدا. كل حتة موجودة تتوجد فين؟ يقف واحد في المسجد يستجوب أمير المؤمنين عمر يستجوبه في ماذا؟ يقول له أخذت ثوبا زائدا، بل هم أخذوا ثوبا، أخذوا الأموال وأخذوا الأطفال وأخذوا النساء وتهجموا على البيوت ساعة واحدة صباحا وخربوا الديار. وكل واحد تذهب إليه يقول لك الرئيس الفلاني والزعيم الفلاني واللواء الفلاني والمثير الفلاني هذا له 30 بنسيون، والثاني عنده 50 بيت بشغلهم بالدعارة، والثالث عنده البنت الفلانية بتحكم عليه وتضربه بالسجن، والرابع وبعدين بيوت المساكين والغلابة بيوتهم هي التي تقتحم قبل الفجر وتسرب وتضرب وتهان، وكلما النفوس المؤمنة ترمى في المعتقلات والسجون باسم مين؟ باسم الاستعلاء، باسم ظلم البشر للبشر.
وهذا موجود اليوم. ولو طبقت العالم الاسلامي ابتداء من مشرقه الى مغربه لوجدت ذلك موجودا الى الان. وانا بقول بكل وضوح لا اساس لذلك الا النادر الذي لا ينظر اليه في الاحكام، لكن الاكثريه كما اقول لكم. اذا يريدون شعبا غافلا بعيدا عن محاسبتهم وبعيدا عن الوعي الذي به يطالب بحقوقه. وهذا الشعب هو الذي قال الله فيه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يعني ليس للشعب عذر ان رضي بالضلال ورضي بالظلم ورضي بالبعد عن الله ورضي بالحكم بغير ما انزل الله. واقل ما يجب عليك ان تنكر بقلبك، ويجب ان نحاول جميعا بالحكمة بالموعظة الحسنة بالكلمة برفع الصوت ان نقول في كل المسلمين والحكام في جميع بلاد الاسلام اتق الله فينا، انا نريد حكم ربنا ولا نريد غير حكمه، ان ربنا ارحم بنا واعلم بنا، وان قانون ربنا نحن مسؤولون عنه في الدنيا ونحن مسؤولون عنه في الآخرة. فإذا متنا فلنستطيع أن نقول يا رب صلينا وصمنا وحججنا وزكينا، لكننا فتحنا البيوت بالربا وظلمنا الفقير والمسكين ومنعنا الحدود أن تقام ومنعنا القصاص أن يكون كما أنزلت، ولم نقم لك حكما ولم نعبأ بقانونك ولا بكتابك، هل ينجينا ذلك من عذاب الله؟ إذا كنا نستطيع أن نفعل هذا ينجينا ذلك من العذاب، ولو صلينا ليلا ونهارا وحجنا مليون مرة وثم فوق رمضان مليون رمضان لا ينجي يا إخوة، لا ينجي. فالطريق واضحة والأمر واجب علينا جميعا، وأسأل الله أن يهديني وإياكم سواء السبيل وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.